ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي فضح قطر وكشف إنفاق الدوحة ملايين الدولارات للتأثير على واشنطن. And also I would say that Qatar has run a influence operation here since this all came about. They spent millions of dollars to try to change the opinion of congressmen. حاولت قطر شراء بانون، عرضت عليه رشوة حين كان مستشارا لترامب. وبعد مغادرته البيت الأبيض عرض عليه رجل الأعمال القطري أحمد الرميحي العمل لدى الدوحة لكنه رفض. قطر حاولت بكل الطرق التقرب لإدارة ترامب، فاشترت وحدات سكنية في برجه بنيويورك بقيمة خرافية، ودفعت 200,000 دولار شهريا لمكتب مايكل كوهن محامي ترامب لتحسين صورتها أمام واشنطن، لكن محاولاتها باءت بالفشل.